هو التحرك السياسي الأول من نوعه للصين في القرن الإفريقي الذي جمعت دوله تحت مظلة آلية جديدة أطلق عليها مؤتمر الصين والقرن الإفريقي للتنمية والسلام. يهدف هذا المنتدى إلى تسوية أزمات المنطقة سلميا وبحث فرص التنمية والتكامل الاقتصادي بين دولها. ما نتعلمه من التاريخ هو أن القرن الإفريقي يجب أن لا يصبح الفناء الخلفي لأي بلد، وأن تكون شعوب المنطقة هي من تحدد مصيرها. نحن بحاجة إلى التمسك بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة واحترام مسار التنمية والنظام الاجتماعي الذي تختاره شعوب المنطقة. البيان الختامي للمؤتمر أكد تمسك كافة الأطراف برؤية شاملة مشتركة للأمن وتكثيف تواصلها على جميع المستويات لتعزيز الثقة السياسية والسعي إلى التسوية السلمية لأي نزاعات والاتفاق على مشاريع اقتصادية مشتركة. ما تم من تعبير لعزيمة قوية من كل الوفود يؤكد أن النجاح سوف يكون من نصيب هذا المؤتمر، لأننا اتفقنا بصورة واضحة على تحقيق الأمن والاستقرار، والأمن والاستقرار في هذه المنطقة وحل النزاعات هو العتبة الأولى للانطلاق إلى تعاون اقتصادي مشترك. ومن الواضح أن الصين تنافس الولايات المتحدة والقوى الغربية لتعزيز نفوذها في المنطقة، فالقوى الغربية تعثرت في تسوية الأوضاع في عدة بلدان إفريقية منها إثيوبيا والسودان وأريتريا، وهو ما وصفه مراقبون بفراغ سياسي حفز الصين على لعب دور سياسي أكبر وتوظيف اقتصادها القوي وتحالفاتها للاستفادة من التراجع الغربي بالقرن الإفريقي. كل جهة سواء أمريكا أو الصين أو القوى الغربية لها منطلقاتها في التدخل في القرن الإفريقي الذي يعتبر منطقة جيوستراتيجية. الصين استطاعت أن تنافس وتملأ الفراغ الذي خلفه الغرب، لأن دعمها ليس مشروطا عكس الغرب. مؤتمر الصين والقرن الإفريقي للسلام والتنمية مبادرة جديدة تضاف إلى مبادرات متعددة سابقة تعج بها المنطقة، تتنوع أهدافها السياسية وطموحاتها الاقتصادية، لكنها حسب مراقبين ترمي إلى الحد من تعدد الأزمات والتدخلات التي باتت تؤثر سلبا على مصالح الصين في المنطقة. حسن الرزاق، الجزيرة، أديس أبابا.